انا شاعره فصحى وعاميه وانا من جنة من نجاده، يعني بلد نقاده، يعني بلد اقرب برضو فيها طبعا قيل ما قيل عن نقاده. انا عجبني قوي حاجه زي تقريبا اللي قالته سحر، عجبني قوي اللف بالتفاصيل اللي في الفيلم. يعني انا لاحظت من طاسه الطعميه للورق اللي كان بيتلف فيه الطعميه هو الورق بتاعنا، للتنقل بالكاميرا في شيء عبقري، رغم ان هو حد مش من الصعيد من الجنوب، احنا كصعايده يعني انا كصعيديه مش من اسوان، بس اعرف قوي الحاله دي، يعني احنا بنحضر الموالد، فعجبني قوي اللفته بالكاميرا. هو قدر يجيب وش القفص، يعني قدر ما يجيبش المولد وبس او يعمل زوم اوت على المولد وبس، لا الكاميرا كانت بتلف بعبقريه، مفيش تفصيله فاتت منه، من اول لطاسة الطعميه لغايه القراطيس اللي بتلفي بيها الطعميه، لغايه البنات اللي بتقول نو نو، لغايه الستات بقى الكبار. وانتوا لو تلاحظوا في الفيلم لبس البنات اللي هم اللي قالوا نو نو اللي هو اللبس العادي بتاعنا هنا القاهره المدنيه، فهتلاقي الفرق ما بين الامهات اللي لابسين الملف الاسود في الفيلم ولبس الجيل الجديد 2002 بقى اللي هو البناطيل والبنات اللي ما فيش اشارب، يعني نفس ده. هتلاقي اللحمه الفته بياكلوها بايديهم والراجل بيوزع عليهم، لو حتى خدتوا بالكم من حجم حته اللحمه اللي بيديها للراجل، ما يعني يا دوبك حاجات صغيره بيمد بايده وحطها قدامه وبياكلوا بايديهم. مزج هو ذوبان، يعني عجبني قوي انه ما سابش تفصيله ما اتكلمش فيها. وحلوة قوي قوي كمان المقابر، لو خدتوا بالكم كمان واسترجعتوا الفيلم هتلاقي جايب المدافن المقابر، جات لقطه عن المقابر وجنب منها بيتباع حلوة كده ملونه وقراطيس ملونه، الموت مع المقابر مع المدح مع الذكر عملوا تابلو رائع جدا.